الأنظار الجو أحمر، الجو دي أحمر يا صاحبي، علام عادي جدا. الله أكبر، مرحبا بكم في هذا الوثائقي من ناسيونال جيوغرافيك، وهذا الضوء أبيض سنقوم بانتزاعه. سوف نقوم بانتزاع هذا الضوء. لا يريد أن ينتزع، هذا علمه، هذا ليس مشكلا. فلنراقب أمزار عندما يسقط، لأن هذا الوثائق يعد من الوثائقيات الطبيعية، ودخان يصدر من ذلك الأنبوب، وهو دخان قادر على إحياء المخلوقات. إنه دخان ليس عادي أبدا، إنه ليس دخانا عاديا، إنه دخان يقوم بمعجزات، معجزات ليس لها مثيل. والناس من جميع أقطار الكون يشهدون لهذا الأنبوب الدخاني بمعجزاته العظيمة. منذ آلاف القرون، منذ عشرات آلاف القرون، وهذا الأنبوب يصدر هذا الدخان الذي يعالج البشر ويحيي الكثير من المعجزات التي لا يصدقها العقل ولا القلب ولا المعدة ولا البنكرياس ولا كل عضو من أعضاء البطن. نعم، إن هذا لإنجاز، وإنه لشيء عظيم جدا. والسماء هنا باللون الأحمر، من الذي لون السماء بالأحمر؟ إنه الله تعالى. حسنا، نتأمل في الكون، وهذا الدخان لقد صنع كل هذا الدخان الذي ترونه في السماء، كان سببه هذا العمود، هذا العمود الحقير الذي يصدر الدخان، وكل هذا الدخان الآن من صنعه. إنه دخان عجيب، هذا دخان عجيب، دخان حي. يا له من أنبوب قاس جدا، إنه يصدر كميات كبيرة من الدخان، وأنه لا يشبع من هذا، يبدو أنه باسل جدا، مشاغب جدا. يا له من أنبوب حقير، يا له من أنبوب حقير. ونعود إلى فضائنا، وهذا ثعبان من أشرس الثعابين التي ترونها في حياتكم، إنها على شكل حبل ملتو ذو رأس. رأس هذا الثعبان الذي لا يكاد يتعرف عليه العلماء، إنه يسمى بثعبان الحبل ذو السم الخطير. هذا الثعبان يا سادتي لا يمكنك ملاحظته،
لكنه يمكنه أن يلاحظك أيها الجبان. إنه ثعبان قد كتب في أرقام جنيس قياسية في قتل الكثير من ضحاياه. إنه يقتل الكثير والكثير في رمشة عين.